الحمد لله كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. أيها المؤمنون، عباد الله، وإذا كان العبد في عافية وصحة وأمن وأمان وسلامة وإسلام، فإياه ثم إياه أن يغتر. وهل أهل البلاء اليوم إلا من أهل العافية بالأمس؟ ولهذا ينبغي على العاقل في حال صحته ورخائه ألا يغفل عن هذا، وألا يغفل أيضا عن إخوانه المسلمين ممن أصابهم الضر والبلاء، فإن الله تبارك وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وإذا كان العبد في حاجة إخوانه كان الله في حاجته إذا اشتدت به الأمور. وصنائع المعروف تقي مصرع السوء. أيها المؤمنون، عباد الله، ومن ينظر في أحوال إخوانه المسلمين في غير ما مكان يجد أنهم أصابهم من الشدة والبلاء ما أصابهم، فيكون معهم عونا بدعائه الصادق والتجائه إلى الله جل في علاه أن يفرج كرباتهم وأن ييسر أمورهم وأن يكون عونا لهم جل في علاه، حافظا ومؤيدا ومسددا، ثم يبذل لهم من المعونة ما استطاع رحمة بإخوانه وآداء لواجبهم عليه ورجاء لثواب الله تبارك وتعالى وعظيم أجره. واعلموا رعاكم الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دينك وكتابك،
وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم يا ربنا انصرهم في سوريا وفي كل مكان، اللهم كن لهم حافظا ومعينا، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم وسد حاجتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم يا رب العالمين، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نشهد أن لا إله إلا أنت، نتوسل إليك ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا طبقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم يا ربنا سقيا رحمة، لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.